البادرة اللي خدا سيدنا مزيانة فهمتيني، غترجع على المجال السياحي فهمتيني، وفكرة يعني في محلها، لأن الجالية عوض جات بهذه المناسبة ديال الكورونا، الجالية تدخل فهمتيني سهل لهم الطريق، ها غادي تحرك السياحة في المغرب، لأن مع كورونا ومع هاد الأثمان اش غادي يديروا؟ غايجلسوا في ديورهم، يعني بادرة مزيانة وغترجع بالخير على المغاربة، والله يطول عمره وزعما فكر في هذه القضية مزيانة، الله يكون في العون، العالم كله تأثر سيرتو الجالية ديالنا والناس محشين حبابهم فهمتيني، خصهم يدخلوا ومني سمعوا هذا ارتفاع الأثمان يعني كل شيء جلس دارو وغناكلوها عاوتاني في السياحة ديالنا الداخلية. دابا هادشي غيدخلوا إن شاء الله، غيخدم المطار، غيخدم كل شيء، يخدم إن شاء الله، وخاص الأجانب ما يدخلوش ديالنا يدخلوا، وغادي يلقاو واحد السعادة ويدوزوا على الأقل الصيف، كيقولوا نص خطية ولا خطية. الرسالة الأولى كنطلبهم يرفعوا يديهم ويدعوا مع سيدنا ويدعوا مع البلاد ديالنا، لأن بدات كتنفس شوية بشوية اقتصاديا، والله يرفع عنا هذا الوباء ويجعل إن شاء الله الصيف ندوزوا بعدا على الأقل حسن من اللي فات. التفاتة حسنة يعني استحسناها كمغاربة وعجبنا الحال، هو أنه أنا كنعتبرها بحال أنه الاقتصاد واحد الرويضة اللي هي ما دايراش وكنكبوا عليها داك الزيت باش تدور، هذا نوع من بهذا المفهوم مبسط، وان ان شاء الله غادي تدور الحركه بدخول المغاربه بالالتقاء الاحباب، تدور الحركه الرواج، وتا الناس اللي بالسياحه يتمعشوا، وان شاء الله الخير قدام. هادشي اللي كان بادره حسنه جد حسنه، الله ينصروا والله يخليه لينا والله يحفظه المغاربه كاملين، يعني عندنا حنا عائلاتنا توحشناهم وتوحشونا، ونتمنوا من الله ان هذا الجو يدوز مزيان وما يكون لا خطوره علينا لا عليهم، وان شاء الله ومع ذلك نجيو مع ذلك شويه ديال الاحتياط والتدابير اللي احترازيه، ونديروا يعني الاحتياطات اللازمه في هذا باش يدوز هذا الصيف ان شاء الله بسلام. صراحه التفاته في الصميم، و هذا الشيء كيدل على الاهتمام ديال جلاله الملك بالجاليه المغربيه مقيمه في الخارج، الحفاظ على ذاك ربط التواصل اللي كاين ما بين المغاربه الخارج والمغاربه الداخل، وصراحه بادره محموده. الحمد لله هما مغاربه وتا مغربيت في الدم ديالهم وبلادهم هادي، يجيو يربطوا يجددوا العلاقات ويجددوا صله الرحيم وتكون البهجه العائليه والفرحه العائليه، ونساو هادشي اللي فات ونساو هادشي اللي داز من ازمه ودوك كيفاش كنسميوهم لي ريغل سانيتير اللي كانوا اللي خلاو ان واحد الفتره المغاربه انكمشوا على بعضياتهم وبقاو محصورين في البيوت ديالهم، فهذه فرصه باش المغاربه يتجمعوا عاوتاني وترجع البهجه وترجع الفرحه لكاع المغاربه. بالنسبه للالتفاته الملكيه فهي حنا على كمواطن، حنا سيدنا الله يحفظه تنعتبروا حول الاب ديالنا والاب ديال واحد ديال المواطنين المغاربه، وهي التفاته كانت في محلها، واللي غادي فعلا غادي تكون عندها واحد الاثر ايجابي. يعني سيدنا افتح هذا المجال هذا، راه غادي يفكر انه غيجي وغادي يولي يفكر يجي يشوف وليداته وكذا، وهي من واحد الناحيه من ناحيه اللي بغي نقول يعني الاجتماعيه هي هذيك، وحتى من ناحيه اجتماعيه كذا راه غيجي يزور ويشوف الاهل ديالو، وكاين دابا ربما راك شفت واحد الفيديو لواحد الوليد تيبكي باغي يجي للمغرب، ملي سمع داك الشيء وسمع با يمكن ما عندوش باش يجي وراه بدا يبكي، يعني حتى دوك الوليدات ملي غادي باغيين يجي وباغيين يشوفوا اصحابهم ولاد خالهم ولاد عمهم ولاد ولادي، وهذا من الناحيه الاجتماعيه. قلت من الناحيه سميتو الاقتصاديه راه مزيان، راه حنا محتاجين الولاد البلاد ديالنا المهاجرين اللي باش يجيو وتنشطوا لنا هنا الاقتصاد وكذا.